حبيبتي هذا فستانك ولا بلوزتي؟ لا بلوزتك. طيب انا طالع. وين رايح؟ دروع على الحلال. طيب استنى، كل الكورن فليكس. وهذا الكورن فليكس انا بفكره قرشيلة منقوعة بحليب. طب بلاش، خد وحدة كرواسان. وهذا الكرواسان انا بفكره برازق. بدي اطلع على الحلال، الحلال بيستناني، تاخرت. يا الله شو متعبك هالحلال. هلكني الحلال. شو الله يقويك، الله يقويك ويبارك لك بحلالك يا ربي. من حلال لحلال. كثري كثري من هالدواعي يا ربي، من حلال لحلال. يا رب تزيد حلالي يا الله. يا رب. وجيبي امك والنسوان وادعوا لي اليوم. يا رب يا رب يا رب زيد حلالي يا الله. يا رب يزيد حلاله. ادعي ادعي كمان. يا رب يوفقه. يا رب الحلال يصير نط نط قدامي. يا ربي من حلال لحلال. يا رب الحلال يصير يلعب لعيب. حبيبتي انا بدي اطلع على الحلال، بدك شيء؟ يا حبيبي الله يسهل عليك، استنى عاملالك كلير ستروبري بتشهي. استنى. شو كلير ستروبري؟ هيها بتشهي. هو هذا كلير ستروبري؟ انا بفكره قرشله مع شوكولاته. يا حياتي انت بتعرفش بحياتك الا القرشله، بطل حدا ياكلها. ايوه انت عشان ابوك كان الله يرحمه عنده محل كنافه، بدك تستلميني في الحلو. انا مش عشاني، انا باكل عند الحلال وبتهنى واكل بشاهي وبنبسط عند الحلال، انا بس عشاني. طيب شو رايك تاخذ معك ماكرون؟ شو بده يجيب الزلمه معي ماكرون اوديه على الحلال؟ مجنون انت، من وين لوين بده يعرفني ماكرون؟ ايه هاي ماكرون. مو هذا ماكرون؟ انا بفكرك بتحكي على الرئيس الفرنسي. قلت شو بده اعرفه باشكالي. طيب يا روحي انت كلي ماكرون وترامب، انا بدي اطلع على الحلال. الله يسهل عليك، الله يبارك لك بحلالك ويزيده. احلى دعوه بسمعها منك. الله مرة. يبارك لك بحلالك يا ويزيده. يا رب زيد حلالي. يا رب زيد حلالي. يا رب زيد حلالي. يا رب زيد حلالي. يا رب ابواب السماء مفتوحه. يا رب يبارك. يا رب زيد حلالي. يا رب زيد حلالي. يا رب زيد حلالي وتسمع. يا رب يا هاي. اهلا. باي، انا طالع على الحلال. يا ريتك بتقعد عندي قد ما بتقعد عند الحلال. عملت لك الليله صينيه بسبوسه وتشيز كيك. الله يجعلني لارجع، يجعلني لارجع. صرت ادبك من السكر، الذبان بضل يجري وراي في الشوارع. هو هذا حلو كوكيز. نفسي برز، نفسي اكل رز. بعمل لك رز بحليب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شو ماله؟ ليش بحبش الحلو؟ حبيبي عملت لك ام علي بالمكسرات والشوكولاته. لا حول ولا قوه الا بالله. بدك تستلمني في الحلو؟ يعني عشان ابوك فاتح محل كنافه بتعمليش الا حلو؟ اشتقت لك، اشتقت لك حبيبي. وانا كمان اشتقت لك، صار لي ساعه ونص مش شايفتك. ساعه و33 دقيقه، في 3 دقائق زياده انا حاسبهن. اشتقت لك. بدي اقوم اعمل لك هوت شوكليت. لا حول ولا قوه الا بالله، لكني بالحلو نفسي اكل طبيخ عادي زي العالم. اشتقت لك. لك 4 ثواني غايبه عني حبيبي. مرتك الاولى بترن. طب عادي يا حبيبتي، ما انت حلالي، انا بكذبش بشيء، انا عند الحلال. انت حلالي على سن طلا ورسوله، مش اهلك بيعرفوا حلال؟ انت حلال. اسمعي حطي لي اغنيه الاشهى، الاغنيه حطي لي صوت غنم، صوت غنم صوت غنم صوت غنم. ايوه الو. هلا حبيبتي، هلا. أنا عند الحلال بسقي وبعلف فيهن، بسقين وبعلفهن وبروح الدنيا. شوب شوب اسكتي. الله يعيني عند الحلال، الله يعيني. الله يبارك لك بحلالك، من حلال لحلال. آمين يا رب العالمين. ادعي ادعي بزيادة، ادعي. حبيبي بدي أروح أطلع صينية الكنافة الناعمة بالفرن عشان تشربها مع فانيلا لاتين. فانيلا شباح ولا قط؟ حلال حلال حلال. شو تعبانة يا حبيبتي؟ والله تعبانة. أنا تعبان. اسمع ترى أنا زهقت، طلعت روحي بين 4 حيطان. أنا بكرة رايحة معك على الحلال، أنا إجري على إجرك.
أنا باي باي لندن ومدرستي المشاغبين والعيال كبرت. طب سويتي لنا أكل نوكل؟ عملت لك صدر كنافة نص ناعمة ونص خشنة، شكل أنت زي ما بدك. أنا إذا متت سكري واضح، لا تشرح ولا غيره، بنقط سكر. هلا يا معلم. الله يعطيكم العافية يا شباب. يا هلا 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 بالمعلم. هلا كيف حالهم؟ الله يسلمك. مرحبا. أهلا أهلا. هذه مرتي. هذه شبه كلودي شفار. شو جاب لجاف؟ أحلاه هاي المزرعة اللي فيها الحلال؟ يا حبيبتي هنا الحلال، وفي أرانب جوا، وفي جاج وديوك وفي كل شيء. وهي وين الحلال؟ حلال في المرعى يا معلم، بس هذه العنزة تعبانة مريضة طول الليل تقعقع، شكلها مفلوزة، بس كل الحلال في المرعى. 60-70-80 ألف راس. هو احنا بس عندنا 80 ألف راس؟ بالحدود يعني. انا فكرت فيه اكثر، فكرت فيه مليون مليون ونص. هذا قاسم. اهلا اهلا. شوفير سايق التراكتور بحرث الارض وبدير باله. خجول خجول لدرجة الهبل. مجنن المكان فعلا، بجنن. معك حق تقعدش عندي وتضلك عند الحلال. ما بقول لك انا من ناحيتي بحبش البيت من مرة، بس عشانك بحب اقعد 10 دقائق، ولا بحب اضل عند الحلال. ان شاء الله قريبا تضل عند الحلال للابد. إن شاء الله. بدك تعذريني؟ لا لا تعتذر مني، ترى موفق وقلبي راضي، لان اللي ما هو رجل هو اللي دائما فاضي. بارك لك بحلالك. هيك طلبتيها في لسانك، هيك طلبت. يا محل الفنجان مع سيحة البال، في مجلس ما فيه نفس ثقيله، هذا ولد عم وهذا ولد خال، وهذا رفيج ما نرضى بدينه. يسلم ثمك. سلم. شو في يا خليل؟ والله يا معلم وجه المدام علينا خير، لحد الآن يمكن كاتلين 40 حية، 60 عقربة، وطخين يمكن 60 عنكبوت. ولا عربيد؟ يمكن 90 عربيد يا معلم. ولا إشي. شو البرابية ودوغة وحياة وعقارب؟ يا جماعة أنا من لما قعدت ولا حسي إشي بقروصني. لا شو بتحكي؟ إشي بقروص هيك؟ امسك 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 استنى. شو هذا اللي بعمله؟ اقعدي اقعدي عند الحلال، اقعدي عند الحلال. الله امرك ما تشوفي وجهي. كيف يا معلم عجبناك؟ ابدعتوا ابدعتوا يا شباب. ننفع ممثلين؟ انا صدقت انا صدقت. ايدك على 3000 دولار. ماشي يا اخوي 3000 دولار. المطرب لحاله 700 يا اخوي. شو انت جايب لي راغب علامه؟ اصلا ما فهمت شو بغني، صوته مش طالع. صبي بالقهوه 300. ما شربناش قهوه. الغنمه 300 والخيمه 700 غير فك وتركيب. انا بديش ولا شيء يا معلم. خلص بعدين بحاسبك، معي فيزا بكره بحاسبك. ايها وايرلس. تفضل. يلا يلا. هذا هو. بدك شيء يا معلم؟ الله يعطيكم العافيه، يمكن اعتزك ولا قدام في حلال ثاني. احنا في الخدمه. اعطيني الحيه. اعطيني هديه. 900 دولار اغلى من المطرب طيعه. يلا يا شباب عالفك، في ورانا حلال. تاكسي. حبيبتي انا طالع على الحلال. يسعدك ويبعدك، مع السلامه. تيجي معي؟ لا 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 لا، روح يا حبيبي انبسط. تعالي بتتسلي. لا لا روح لحالك. اي تعالي. لا 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 لا، ما بدي تغيري جو. ما بدي، روح لحالك. تعالي. لا 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 لا، تعالي على الحلال. لا لا لا، روح انت. الله يوفقك. الله يبارك لك بحلالك. الله يزيدك من حلال لحلال. الله يعطيك العافية يا خالتي. الله يعافيك يا خالتي. قديش ضمت هذا الحشائش؟ بربع يا خالتي، اجبر عني إلهي يجبر عنك يا رب. خذي يا خالتي هاي 1000 دولار وخذي إجازة وروحي. ليش عملت هيك يا خالتي؟
تحكيش هيك يا خالتي. يا الله شو بتشبهي امي. الخالق الناطق امي الله يرحمه. شعري خرب. عندك اولاد يا خالتي؟ انا مقطوعه من شجره. كمليش يا خالتي. انا من عمري 8 سنين وانا مقطوع فيش بدون ام، امي ماتت وانا عمري 8 سنين. احكي لي يابا، احكي لي يا ابني، احكي لي يما. الله يرضى عليك يما. الله شو بتشبه امي. هي نفس الغره، نفس العيون، نفس سحبه الحواجب الله يرحمها. وين ساكنه يما؟ بلاد الله واسعه. تكمليش تكمليش. دارك داري يما، اعتبري دارك داري، داري دارك. نامي وين ما بدك، احلى بيت راح يكون لك. تقلقيش يما، تعالي يما، ده سكنك باحلى فيلا واحلى قصر. انجن احكي لي يما. يابا يما 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 يابا احلاها منك طالعة. اضحكي. ايوه هيك يما. يلا يما تعال. طيب وهدول؟ ما اعطيك $1000 هدول باربع قروش. احلى ضحكتي. لف ضحكتي. خرب شعري. يلا يما يلا اطلعي. يا الله شو بتشبه امي. خالق الناطق امي. نفس الصورة. كأنها امي رجعت من جديد. هي 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 امي. حياة قاسية قاسية. تقولي امي وين الجيرة؟ واو طلع مش بس بتشبهي امي، كمان بتشبهي مرت خالت ابوي ماجده. ابو سجلك يا اما، ابو زيدك يا اما. نيالك يا الله، انا امي توفت. يا ريت لو عندي اخوان زي اخواني اكلوا الورثه. يا الله شو بتشبهي امي. لا ما بتشبهي امك، هذه امي. هتشبه امي طلع نفس الطول. لا انت ما بتشبه امك، امك مش عيونها ملونه زي عيون امي. الله والله بتشبه امي. انت عادل اصلا طلع نفس الضحكه. لا انت عادلي عادلي عادلي. انت شرشبيل في السلافه. انت عادلي شرشبيل. شرشبيل في السلافه. روحي روحي تشبهي شرشبيل. تعالي بده ياخذوكي من منك مني. واو 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 طالعة مش بس بتشبهي امي، وبتشبهي عمتي وبنت جيراننا ردينا. ابوس رجلك يا امي. الله يرضى عليك. ابوس رجل. ابوس ايدك. ابنك مثال وقلال يا حجه، الله يخلي لك اياه. انا والدتي توفت الاسبوع الماضي، كانت لابسه نفس اللبس اللي عليكي ونفس الشال اللي على راسك. يا الله شو قد بتشبهي امي. لا دي ما بتشبه امك. لا بتشبه امي. لا بس تشبه امي. لا بتشبه امي انا. بتشبه امي انا. لا بتشبه امي. ما بتشبهش امك. الا وما بتشبه امي. لا بتشبه امي انا. هذه بتشبه امي. هذه بتشبه امي. هذه ماما بس تشبه ماما. ماما ما بتشبه امك. امك امك مش حلوه زيها. واو 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 طالعة شبه شاكيرا قبل ما تنفصل عن بيلي. وعلى فكرة أنت فيك شبه من السيدة ملعك الله يرحمها. وأنت بتشبه وديع الشيخ. بيشبهوني لإله. اسمعي يما، بدي أخذ لك 3 قومة، شو رأيك؟ ما تكلف على حالك يما، مش ناقصني ذهب، بكفيني شوفتك يما. يما يما تحكيش هيك يما. يا ابنك معاه ملايين لا تأكلها النيران، من زيادتها بحط أحيانا في الفريزر دولارات، احيانا بلفها للسندويشات للشاورما لللبني باكل. معي ملايين لا تاكلها النيران. قديش هدول؟ هدول $200,000. ولا اشي ولا اشي يما. يما انت كلمه يما لما تحكي لي اياها زي كيف موال. يما يما الله الله عليك يما. خديهم يا حجه، يا ريت لو الي ام. امي ماتت من الاوجاع وهي تشتغل بالخياطه. خديهم. تعرفي يا حجة إنه أنت بتشبهي أمي.
لا هذه أمي، بس مش مشكلة بعطيك إياها ساعة هيك. أمي عجبت فيها شبه من أمي الله يرحمه. وأنت فيك شبه من مايكل جاكسون الله يرحمه. قديش؟ اسمع يما، بس بدي أحط الذهبات في السيارة وأجيب المصاري وبأجي. آه يما خليك مع مايكل جاكسون شوي. أنا رجع عيوني صار يحرق كأنه في الرمل. فتحت علي الوجع. يا ريت لو إليم، يا ريت لو إليم اشتري لها كل المحل. طول ابنك يا حجة، بده أذن العصر. هذا مش ابني يا خالتي، هذا زي ابني. اليوم الصبح تعرفت عليه واشترى مني ضمة بقدونس. نعم يا أختي، مش ابنك؟ تعرفت عليه واشترى منك بقدونس؟ الله يرحمك يمه، الله يرحم روحها. وهي تنازع كانت تقول لأخواني خذوا بالكم من هالحمار لأنه راح شحتكم الخبز. لا قلب بقول لي معي فصاري لا تأكلوا النيران. شبطني خزوك طلع من دخوخي ابني. يا الله شو بتشبهوا امي الله يرحمها. انتوا الثلاث امي، خاصة المدام الخالق الناطق المرحوم ماما. يا سلام شو بتشبهيها الله يرحمها. نفس حبة العيون، نفس فتحة المناخير، نفس رسمة الشفايف. يلا يا ماما، يلا يا ماما ماطي، يلا يلا على السيارة قوم من نشتغل. يلا يا اختي حركي، مصاري ماما الأولى صرفناها. يلا يطلعي نطلعي اطلعوا. ماما وبابا بيحبوني علموني وربوني. يابا يابا بدك اشي؟ ناقصك اشي يابا؟ يابا مشان الله سمعني صوتك يابا، حرقت قلبي والله يابا. ما كسر ظهري بعد وفاة امي الله يرحمها غيرك يابا. يابا هلا بدخلك على الدكتور يساعدك، بلكي ترجع تفرفش وتحكي مثل الاول. يابا 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 بس سمعني يابا، يابا بس احكي معي سمعني. الاكتئاب ذبحك ذبح يا برك. الدكتور قيس في انتظاركم، تفضل. يلا ماشي، شكرا اختي. يلا يابا يلا يلا عمهلك يابا. سلامة الحج، من شو بشكي؟ الله يسلمك، والله زي ما انت شايف يا دكتور بضل صافن هيك، بحكيش ولا كلمة ولا بنسمع صوته، شكله عنده اكتئاب يا دكتور. يعني بتعامل مع ردات الفعل؟ اه عادي، بس بضل مكتئب، ما بنسمعش صوته، شكله مكتئب يا دكتور. طب شو عنده أمراض هو؟ ما فيش عنده أمراض، لا سكري ولا ضغط وصحته ممتازة، بس هيو زي ما انت شايف. شايف؟ بالبيت بكون قاعد لحاله ولا عنده ناس؟ لا قاعد لحاله يا دكتور، من بعد ما توفت أمي الله يرحمها. معناته الوحدة اللي هو فيها هاي سببت له اكتئاب. طب شو العمل يا دكتور؟ العمل بسيط، بتشوف له واحدة عمرها 60 سنة بتجوزه إياها بتونسه بوحدته. طب من وين أجيب له واحدة عمرها 60 سنة خارج جيزة يا دكتور؟ يا أخي ملكيت الستين، جيب تنتين 30 30، اتحرك دبر حالك. ما أنت شايفني الاكتئاب مكني أكل مستوي ولا لا يا دكتور؟ مزبوط. روح يا عم اتحرك، جيب تنتين 30 30 يدفع 60. وإذا ما لقيتش تنتين 30 30 شو عمل يا رب؟ الله يغضب عليك، ما لقيتش تنتين 30 30 جيب 3 20 20 اتحرك، جيب عشرينات. روح يا زلمة، وما لقيتش عشرينات جيب 4 18. روح اتحرك إذا ما أنت شايفني ميت مستوي، لا بحكي ولا بسخن. شكل جيب منوع، وإذا ما لقيتش 4 18 جيب واحدة 18 وواحدة 35، المهم ترجعش فاضي. شكل موتت من الاكتئاب، خلي الواحد يرجع زي أول. إيه؟ بدلك رش يا دكتور، أكيد بلاقي، المهم ما يرجعش فاضي.
بدك برجع فاضي يا دكتور؟ لا بلاقي. لاقي ان شاء الله بلاقي، بس ما يطولش علي. هاي شكله لاقي اي شيء معقول. يا سفيان شوف مين على الباب يابا. انا في الحمام يابا. وشو بتعمل في الحمام يا اخوي؟ بلعب فوتبول. طب اطلع من الحمام. شو مالك يا زلمة؟ لسه ما لحقناش نعمل اشي. شو في قصدك ما لحقتش تدخن؟ شافت دخاناتي يا زلمة؟ كلين ثلاث سجاير. طب شو مين على الباب؟ وبعدين جيب اشي خفيف، هذا حامي ذبح لي صدري. شو مين على الباب؟ اقول له ما انا متاكد هذه نظارة الحام بلحموا فيها. نعم اضوي. اما الله مر على الباب يما تفتح لهوش الباب. افتح من برا الباب، افتحش من جوا، الايد مخلوعة. تفضل. بيت ابو سفيان؟ لا بيت ابو جهل. شافني بنكت؟ طب نادي لي ابو لهب، قصدي ابو سفيان. شو بدك فيه؟ بقول البندورة بكرة بتغلى 2 سلت، خلوا يلحق يشتري له نص كيلو. انت متأكد؟ متأكد. متأكد؟ متأكد يا رجل. متأكد؟ يا زلمة متأكد. متأكد؟ إذا بعدين متأكد مثل ما أنا شايف نظارة الحام هاي لعوجهك. وأنا بقول إنها نظارة الحام، والله إنك جبتها. يا زلمة كل بنات الحارة بيضحك إنه هو بفكر إن كتلات حالين عليك. طلعين بيقولوا هذا ليه بلبس نظارة الحام. والله إنك جبتها. يا الله. وين رايح؟ وين ماخذوه؟ بحاجته؟ هو إحنا في عنا غيره؟ يا مصرمج، أسنانك مثل الذرة الصفرة، فرشيهن. يا بابا بياع الخضره بيحكي سنتين. شو هو؟ لا بيحكي بندوره تغلى. بياع الخضره بيحكي البندوره تغلى سنتين. سنتين تغلى. انت واثق من اللي بتحكيه؟ واثق من اللي بتحكيه؟ انت واثق؟ واثق يعني واثق؟ واثق واثق. هيك الزلمه بيحكي. حلو، هاي الكاس بده يغلى كمان نص دولار. روح جيب لك لترين. روح اجيب معاه ثلج يا بابا. ما ابي اخاك، ما أبيخك، بالمرة جيب معه ترمس. والله لقيتك أبرد من الثلج يا زلمة. روح يما. يا حبيبي مش وقت بياختك، روح جيب كاز. أبوك بده يتحمم، إله 52 يوم ما تحمم. روح صلح رأس الببور. روح. أيلا بدي أضل صلح في هالببور يما. بعدين إلي 3 سنين بس بصلح في هالببور وبصلح فيه مشان الله. أنا دارس كلية، دارس كلية ومضيع عمري، لازم اشتغل هلا مش اصلح بوابير. دارس كلية سنتين بودي ودهان وبتقولي لا ضل اصلح في هالبابور. بعدين معكم يا جماعة، خلص تعبت انا. ايه عم، هادي نظارة الحام تعوني بلحم. وانا متأكد معقول من ايام الاكاديمية وانا الله يمكن مطول. يمكن متأكد. مطول يا زلمة. يلا هيني بدي افوت على الحمام 6-7 ساعات. طار باكيت الدخان. ما يدشروا يا زلمة. هاي بيتنا كتير كبير، طالع من غرفة الساعة 6 الفجر. هاي دادا. داد حبيبي. داد. هاي ماما. هاي مام. كيف صباح داد؟ ام إح. شو ام إح؟ ماشي الحال اختصار. مورنينج. مورنينج. كيف صبحتي مام؟ ام إح مامي. وي أول ام إح. هاي البلاط بغلي غالي يابا. شو في نار الدنيا يابا؟ احنا شغلنا تدفئة تحت البلاط لانه الدنيا بارد. بس شكله الماتور تحت التخت بالضبط، طول الليل اغلي غالي ما نمتش، مولع نار. يا جماعة بليز انا كتير مليت، صار لي 3 ايام ما سافرت. اذا عامل حسابك على سفرة قريبة خبرني، لانه بدي اعمل بوتوكس والزرقة تحت العيون بده اكمل يوم ليروح. لا حبيبتي لا تعملي هلا، لانه بعد بكره مسافرين امريكا في حفلة لعمرو دياب في نيو جيرسي. هاي احجز لي 600 تذكره الي ولاصحابي. اوكي وانت داد؟ داد انا بس بدي 2 تيكتس، واحده الي واحده لرفيقي. شو يا اختي؟ لرفيقتي داد، رفيقتي وانا زيها الي ولرفيقي. شو يما؟ رفيقتي وانا كمان الي ولرفيقتي. شو يابا؟ لا لرفقاتي يعني. صحيح نسيت اخبركم، اليوم ربحت بالبورصه 3 مليون دولار. بس داد كثير قليل. مش كتير ابدا، شو المبلغ التافه بشتري فيه بوب كورن. هاي مين هاي ملكه الجمال؟ هاي مدبره المنزل الجديده. زيد عمرو دياب تذكره يا معلم. لا تقلق حاسب حسابي بابا. تعجبني. هاي مين هدول؟ خدم بابا.
احجز عمر دياب كله. يلا انزلي انزلي. نازل يا اخو نازل. يا اختي بعرف انك نازلة ها طالعة يعني، بس عمهلك عمهلك. يلا وين كيني؟ على السطح. شو بتسوي؟ بنشر بالغسيل. وانت شو بتسوي معها؟ عاملين لها سلي يابا. انت كنت فوق؟ وانت معها؟ هو معها. طلعت فوق؟ وانت معها؟ بعدين معك. ايه طيب خلص مالك، حصل خير. انا لاني دورت عليكو قلت ابصر وين راحوا الجماعه. خلص كانه في شنو استطالتني مالك؟ انت من حد ما لبست النظاره انهبلت يابا. وبيني وبينك انا هذه عم تضوي يا ملعونه باهله، عم تضوي هالنظاره صار يتخلي خلى لي اشياء. ما هي نظاره الحام، انت مش عارف؟ ما حماتك ام هند. قولي لها انا مش هنا، قولي لها شو اسمه. شو وين اقول لها وين؟ شو اسمه الله يهدي. الو الو اهلين ام هند، اهلين. الحمد لله كويسين. الهامل بصلح بالببور. لا يا بنت الحلال، اي مش محرزه تفسخ الخطبه يا بنت الناس. خلص الك علي من الصبح، اقول لك من هسه يروح يدور على شغل ويدبر حاله ويلاقي دار ينقبر فيها، قصدي يتجوز فيها. يتجوز. حاضر تؤمري تؤمري. حاضر. بدك تدخلي جوا ولا تظلي مع الهامل؟ لا بدي ادخل، شو بدي والله اسوي مع الهامل؟ تفضلي قدامي. الله يخلص عليك، بضلك تبصبص لك ثلاث ايام، فكرت حالي مجنون، فكرت من النظر، والله لخلص، بضلي باصي. هلا بتشوفي لك الرومتي؟ هلا بنشوف. هاي كروم. هاي كيفك اليوم؟ امح انت كيفك؟ امح شو عامل اليوم؟ انزلوا نشرب كاسين حليب ونلعب اتاري. لا حبيبي نحن رايحين على الجيم، هنعمل سبور ونسبح، الحقنا. بلبس المايو بلحقه. يلا سي يو ذير. باي 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 باي. والله طلع مثل ما قلتي لي، كثير كاريزماتيك، عن جد بيعقد. ما هو لانه كاريزماتيك انا حبيته، هلا بتشوفيه بالمايو كثير كثير كاريزماتيك. اوكي. اعطوني شوت، اعطوني شوت بالسيارة. افتح الباب يابا. افتح يابا. تأكد يا زلمة فوت. شو ماله؟ شو بتسووا؟ قاعدين يابا. انتوا مجانين؟ شو في؟ انت عادي؟ وانت عادي؟ عادي؟ وانت عادي؟ انت عادي؟ ولك بدك تهبلني خلص بفسح معكو. يما هذه صورتنا وانا ولد صغير انا وياك بتجنن. هذه يما وانت صغير، انت هيك كنت حلو وانت صغير، كنت بتخزي يا حبيبي سنتين وانا ما اقولش انك ابني. شو بدها؟ جاي بدها بروح ادور على شقة استأجرها عشان على اساسه الاقي شغل، قديش اجار الدار يكون اساسه على اساس الشغل قديش بيطلع لي منه، فعشان ادفع. مع اني ما فهمتش منك ولا حاجه، بس الله يسهل عليك يا عامل. يلا ما شاء الله. سكر الباب يابا. لا تسكره ولا بطيخ، صار لي 20 سنه بنام على الارض. قلبش حالك. واضح. ولا بدك تعملني بدا. هذا متخلف. طول بالك علي يا زلمة. شو هذا؟ انت ظلك مقشعر بس. برد برد. الله ما ذبحني الا انت. المنطقة كثير حلوة، عجبتني بصراحة. كلها شجر وأعشاب، يعني بكرة الواحد بيجيب له غنمتين، بيجيب له كلبين هيك بيمشي الصبح. والمنطقة كثير آمنة للأطفال، يعني بكرة لا سمح الله دعس ما دعس ما بصيرش كل هذا الإشي. فأنا عجبتني المنطقة جد، كثير 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 نايس كثير. نعم أستاذ، هاي المنطقة من أرقى المناطق واللي بميزها دائما هادية، وعشان تكون عارف مش أي حدا بيقدر يسكن فيها أستاذ. هو شكلي أنا الوحيد الهامل اللي راح أكون ساكن فيها. أنا كثير عجبتني جد، نايس 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 نايس. يعطيكوا العافية. قديش ممكن تحسب لي إياها؟ والله يا أستاذ عشانك محترم وكتير كلاس بالتعامل،
راح احسب لك اياها ب 600,000 دولار، بس رجاء خاص السعر يضل بيننا رجاء. 600,000 دولار؟ شو يا اخوي 600,000 دولار؟ عشو البيت يا استاذ. انو بيت يا زلمه؟ بحكي عن الخيمه انا. هيها والله انا من شفتك عرفت انك هامل وسرسري، عيونك مثل عيون الصراصير باللبن، لابس لي نظارات حدادين. قول بلون. احترم حالك. قول بلون. بلون طير من هون. شو اسمك انت؟ حمود. حمود حمود حبيبي يا حمود. حمود حمود قومي قد من نومي. قومي قد من نوم. حمود حمود حبيبي. حمود حمود حبيبي. حمود 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 حبيبي. والله لا اخلص عليك المره. مستهبلني يا زلمه. تعال والله لا اخلص عليه يا زلمه. حلوين وردات لقميصك بس ايهم كل يوم. كيوت. هي هي احنا يا جماعه حابين نشكركم وجمعناكم اليوم لنخبركم خبر كتير سعيد. انا وجوليا زوجتي احنا قلنا شهر في الشانز بليزيه بنفكر، واخيرا اتخذنا القرار. يا جماعه احنا رح ننفصل بس رح نضل عايشين مع بعض. هي هي ام اخ ام اخ. هي 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 فيفيان والمرت سون ان شاء الله. سو كليفر كروم. ونحن ايمت رح ننفصل؟ وانا عندي كمان خبر حلو، رح ارتبط في ليزا. I love you. I love you too. برافو كروم. استاذ اذا سمحت ب$5 لحمه. حاضرين استاذ موجوده. هذه هي بس يطلع لك بوسه بس. بديش ابوس كمان بوسه بلاش ندفع $10. يسلم ايديك يا حبيبي. اهلا وسهلا. شكرا. هاي هاو يو. كيف ايش هذا الستايل بخزي؟ اي دونت لايك. شعرك مثل الحسيني، شواربك مثل الجندو. نوت نايس. $10,000 اللحمه مشكل. حاضرين استاذ. واو ذيس جايز فيري كاريزماتي. اي لايك هيم. معناته الليله في حفله انفصال. ام ايه على الاخر ولا واحده راضيه فيه. الليله بدي امزح حليب لفلس. الله ينكبك. انا ماليش داعي في كل الجلسه، خليكم تطلعوا في بعض للصبح. الطرطور مروح. ابو شاكر اليوم مسكنا 120 واحد من شبابنا، يعني هيك صار رايح من عنا 3.5 مليون فرد، يعني ما ضلش غير انا وانت. شو بدنا نعمل؟ عشان هيك اوضح العمليه الجايه لازم نخطط لها منيح ونكون صاحيين. البيت اللي راح نسرقه يا وضاح فيه $1,000,000 وست كيلو ذهب كله محلوقه. يا وضاح محلوقه؟ مين بدي يسرقه؟ بقول لك مش ضاير غير انا وانت. انا اللي بحكي لك مين اللي بده يسرق يا وضاح. تعال جاي لف لف علي. لف 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 جاي. هذا لقب المخ، بيعشق الورد. أصوله مش عربية، ما حدش عارف من وين أصله، بس بموت بإشي اسمه ورد. حتى بقوله إنه انولد في مشتل، أمه هي رايحة عملية سرقة بنك ولدته وظلت هاربة من الشرطة. بس مشكلته الوحيدة يا وضاح إنه زير نسوان صديقاته حوالين العالم. مبين صديقاته كلهم في مقتبل العمر. بس مشكلته إنه غالي كثير يا وضاح، بيأخذ $1,000,000 على العملية. بس نحن رح نعطيه $1,000,000 ونشفط الباقي. ها حضر حالكم للعمليه، بكره رح يوصل. زميلي حضر حاله. بقول لك مش ضاير غير انا وانت. ضل اقول لي حضر حالكم. اهلا وسهلا معلم مخ. زارع ميكروفون تصنط في دانك. تحديد موقع
ابو شاكر تاخرت علينا يا مخ. افلام العصابات مش علي، دير ظهرك وبعدين تطلع علي. ماشي روح اقعد. تعال زارع ميكروفون في دانك، هذه افلام دقه قديمه زراعات. والله تاخرت عليكم لانه صارت معي ظروف. جدتي الله يرحمها توفت في السويد، عمرها 3720 سنة. والله أعطتك عمرها. وينه معاك؟ شو اللي وينه؟ عمرها نكت يا مخ. اوعى اسمع بش، هذا بكرهها بموت منها. ومضطر أرجع على هولندا، ابن أختي صغير مريض عمره 317 سنة، بدي أروح أطمن عليه. المهم شاكر بدنا نخلص عمليتنا. اوعى تعمل بش، بكرهها، متعقد منها من وأنا طفل. ماشي؟ ماشي. عمليتنا واضحة، لازم نسرق البيت وصاحبه يكون موجود، لازم التلفزيون يكون صوته عالي. معلم أبو شاكر، هذا الزلمة مشطوب. شو زارع؟ كاميرات في دينيك؟ زي ما اتفقنا، البيت يكون فيه كهرباء، صاحب البيت موجود، والتلفزيون صوته عالي أبو شاكر، أوكي؟ شو هذا بتحرك عندك؟ مين هذا؟ هذا عندكم؟ مين؟ هذا شرطة، سمع كل شيء. أبو شاكر! أبو شاكر! أبو شاكر! معلم أبو شاكر، شو بيسوي هذا المشطوب؟ هذا بروفيشنال عشان السيفت، عشان يحمي حاله. اطلع أنت الأول، يلا. أنا اللي مقرر. ماشي. اطلع أنت الأول. أنا الثاني؟ اطلع. وين المصاري؟ زارع ميكروفون فتح ونطاق. الفلوس جوا. الله يهمك معلم يا مخ، كل فلوس جوا. اشلحوا البلاطين، البسوا الشورتات، علي الموسيقى، ادوا التلفزيون، افرد الشدة على الطاولات، جيب العصير، الحليب، كله، بدي الوضع كله مقمعة. معلم أبو شاكر، هذا الزلمة شكله مشطوب بالمرة. ملساني في الدكس، ماني عارف ليش بضل أحكي، هالزلمة مش غلطان. شو تلعب يا مو؟ طرنيب، تعال قرب شوي. أنا اللي بحكي هاد. تستاهل. بناكل. هاي بناكل. يه 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 يه، شو تعملوا هون؟ والله أنتوا حرامية. إحنا حرامية حاج، سرقنا كل دارك، ما خليناش ولا ذهب ولا مصاري. ما حيتحرك من مكان. مش متحركين حاجة، إحنا قاعدين. اتصل في الشرطة. أنا بتصل عنك، أيوه أرخص لك من تلفوني. ألو شرطة، في شاب بيقول إنه عنده حرامية في البيت، خذ احكوا معاه. خذ احكي حج، هاي الضابط يحكي معاه كله إنه إحنا. ألو شرطة، الحقوني الحقوني، في عندي حرامية في البيت، الحقوني. خلاص فهموا، الحقوني الحقوني، فهموا. تعال برابع يا حج. بتنكت بعد، ما حد تحرك من مكانه يا حج. مش متحركين. هاي قاعدة. تعال العب معنا يا ابن الحلال، تعال قرب شوي. خبي حالك ذهب في شعرك، بلشنا نسرق بعض. قرب شوي. كنت ناوي لك كف أخو شيلي، خليك طاعي. شو اللي شربته؟ هذا هيك مسخن. قرب الله شوي. شو خبي سلسال ذهب شعرك، المرة الجاية بتيجي قصه على السفر، عمل لي اياه خزن الذهب.
وانت ناوي لك كنت تقول له ايش ها؟ اوعى ولا واحد يتحرك ثابت نزل ايدك ارفع ايدك اقعد اتحرك ايش اهدى اهدى مالك اهدى روق روق بديش اروق طب اهدى 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 روق مين اللي حكى معي هيو اللي حكى انا اللي حكيت معك حضرت الضابط هذول شله حراميه دخلوا البيت وسرقوا الخزن هذا اللي صار انا بقول لك شو اللي صار يا حضره الضابط هذا صاحبنا وكنا نلعب شده وتراهنا على فلوس خسرها وصار يدروخ ويقول وقف اتوقف اتحرك يعني ما اقول حراميه ولو وقاعدين في دار ولابسين شرطات وبنشرب عصير وبناكل بزر يعني ضال نجيب رقاصه يا زلمه بعدين معك وما فيش وراي غيرك بعدين تجامع شلتك الغناني والتلفزيون والشغله هاي بعدين معك يا زلمه شو مش لاقيش غير تجيب رقاصه اسمع مش اذا بدك تلعب قمار توجع راسي بوديك على الجرائم الالكترونيه وبعمل لك قيد قد حزم سياده الضابط بس اغلبك احنا بدنا ناخذ الفلوس ونطلع وانا خايف هذا الزلمه مجنون ودروخ مش طبيعي خايف يبلش فينا طخ جاي هات امننا في مجال ابشروا حكوا كل واحد بوصل لباب بيته الله يسعدك يا بابا يعني تطلع معنا الدوريات تفضلوا يلا يا شباب خذوا بسرعه يلا خلونا شوي مسخن خلونا شوي الدوريات بالله امنونا يا دمنا امنونا الله يرضى عليك في ذهب وقع معي هاتوه يا شباب حط لي بالدوريه الكبيره لاني مزعل وراي يا شباب أطلع. في مصاري مم اطلع مم مم. اطلع الله يبارك فيك اطلع مأمن روح 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 مأمن روح جيب كمان عناصر روح جيب كمان دوريات عناصر روح الله صعب الله صعب يا رب صبرني يا رب يا رب صبرني يا رب شو اللي صار فيه يا صعب 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 الله صعب سامحني يا شادي سامحني الله لا يسامحك يا رب يصبرني يا رب يا الله وريتني متت قبل ما أودي هالمشوار الله لا يسامحك أنت مجنونة بتودي ولد عمره 7 سنين يشتري خبز منا نفطر الله يجعلك لا فطرتي يا رب صبرني شو اللي عملتي وديتي على الدكان بعيدة كان وديتي على الدكان اللي هان قريبة سامحني يا ابن الحلال أنا إنساني أنا الله يكون بعونك يا جار اصبر اصبر والله صعب يا جيران صعب كثير والله كثير صعب الله لا يسامحك والله ما بتضلي عزيمتي وحد الله يا جار هذا قدر هي شو دخلها انت بعدين مؤمن وقوي لا تفطر يا اخوي نزلت الولد عفوا يا استاذ الولد رايح يشتري خبز وماتي عليه لا ضيع ال5 ليرات نعم يا اخوي اليوم لو زي ما بتحكي مين هذا Good morning. صباح الخير مدام. Good morning مدام. Good morning. My husband حمدان come today. انت سيكي go مطار جيبه وانت ويوي كوكي ملوخية انا وانت. Oh papa حمدان come today. I miss papa حمدان. I love him. He's so beautiful. لا ويوي ما في اهلا من مدام ميلال. انت مدام بابا حمدان محظوظ. طب يلا روح مطار جيب بابا حمدان يلا. يلا تعي ما نسوي الملوخية. انت مره جاي ما تيجي وخدني انت كتير كتير بطيء انا اجي باص سريع زي الصاروخ وير يو فروم فروم نيبال بابا يو فروم نيبال اي نو نيبال اي واز ان كابيتال امستردام نيبال كابيتال امستردام امستردام تخوت كمان تلو كثير ما كمان انا اللي بعرفك اوه دادي الحمد لله على السلامه دادي وير ار يو جوين اوه دادي رايح اشوف طلال ماي اكس بوي فريند اوه دادي اي مس هيم اوه بتحكي انجليزي في السوري اعطيها سلمي عليه كثير السلام باي دادي بينك وبينه عشره عمر باي بتحكي لي انجليزي بالسوري هاي بابا هاي فلعوز وير ار يو جوين
والله يا بابا تروح عند مريم ماي اكس جيرل فريند، كثير 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 مشتاق لها. سلم عليها كثير السلام، بينك وبينها عيشه عمر. هيك متحمم ومش متليف، ريحتك واصله للنبال. ماما مستشفي، عمرك زي 80 سنه. هي وير يو جوينج؟ هي حمدان، انا رايحه اشوف ماي اكس هازبند ابوك، اشتقت له كثير. سلمى عليه كثير السلام، امانه بينك وبينه عشره عمر. اوكي باي. الله يحميكي. God bless you. الله يحميكي. قلت له وير يو فروم؟ فروم نيبال بابا. انت فروم نيبال؟ انا اللي بعرف وير يو فروم يا ابو النيجرو. تحكي عربي؟ شوي تخوت. تخوت على الجمهور، هو مش عارفك. عارفك، سوي لي حالك اجنبي. من يوم ما صرت غني بطل حدا في الدار يقعد. الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك يا حياتي. شو من أولها حبيبي حليب؟ أنت شو دخلك؟ إن شاء الله بدي أشرب بنزين. ويوي هاو آر يو؟ أنت كويس؟ Thank God for your safe return. شو يا أختي؟ أنت your husband is كويس؟ Very good, but I missed you so much. Thank you, miss you too. But why you're drinking a lot of milk? أنت مو دخلك، أنت روح غرفتك الآن ليس غدا. أنت كمان روح غرفتك. كمان؟ كمان جاي من المطار مولع معي، أقزص الطيارة بدخن متنا خنقنا. Drink milk؟ No. أخبرهم يا صلاح. What؟ ما احنا دفنينه سوا. السليبر الشغالة شكل مخربش في السليبر تاعها. طب بجيش براس أصابعي. سالي أسف حبيبتي رنيت لك بهيك وقت، بس لو تعرفي شو صار معي. هلا شفت الخاين طالع من غرفة الشغالة ويوي. لا ما رح أتصرف هلا، رح أستنى لبكرة الصبح أول ما يطلع على الشغل. رح أطر ويوي من البيت ورح أحكي له إني رايحة أنام عند دار أمي وأنا بمكانها، وبس يجي بالليل رح أمسك مسكة اليد وأجري بالسكين. سالي هي إجا الخاين، خليني أروح أنام مكان ويوي، بدي أمسكه متلبس، بدي أقتله. باي. للأمانة يا مختار جلساتك مفيدة ولا تمل وفيها عبر. والله يا إخوة أنا بحب أحياناً نتحدث عن أمور بتخص المجتمع والسلوكيات، ربما يصير بعض التغيير في السلوكيات ومنها الأمور المحرمة، يعني مثلاً القمار. حدثني بعض الإخوة بأنه كان قمرجي نمبر 1، شلح كل المصاري معاه في القمار، ما ضلش معاه ولا نقي. وحدثني بعض الإخوة يا ريت بس قمار.
كان يمزع 5 لتر حليب على القاعدة، حليب سك، حليب شتات، حليب معتق، ويا ريت هيك صاروا يجيبوا السح الدحن بو رقاصة وهزي يا نوايب طول الليل يلعب قمار والسح الدحن بو تهز. حتى هو في شبه من حمد الوزير له شانب على فوق شلاطيفه. وحدثني بعض الأخوة بأنه قدحوه في السجن 12 سنة وطلع من السجن رجع للسح الدحن بو، السح الدحن بو ويقمر لحد ما وصل يشرب 10 لتر حليب في القعدة، وصار من كثر ما يشرب حليب يعملها تحته يفكرها مية باردة على الكرسي. حدثني بعض أنا بالإذن يا مختارة بدري والله عازم خواتي على العشاء. اقعد يلا السلام عليكم. اقعد ولا عازم خواتك، ما انت استاجرت شقة للساح الدحن بو، من عيونك مبين قمرجي سافل اسفل من قدمي. والله يا مختار قصصك مفيدة وفيها عبرة كمان. فيها عبر للآخر. وحدثني بعض الأخوة شفط كل ورثة خواته، شفطهن شفط الثلاث ما طلع بنقلي. حدثني هو نفسه بأنه جاي لخوات الدنم بسواش 100 دولار، الدنم في نص البلد بسوا 300 ألف دولار. وحدثني هو نفسه البندوق سافل أسفل من القندرة اللي أنا لبستها، حدثني إنه في كمان دنم. شو قايل لهم؟ قال الأرض ضاعت. في أرض بتضيع. قال ضاع، عمرك شوف الجبل ضاع؟ صار الناس طارد وراه، يا جبل وقف يا جبل. سافل بندوق أكل كل ورثة خواته، شفطهن شفط. حدثني بعض الإخوة مختار بالإذن أنا جاي ناس على البيت. اقعد يا زلمة بالإذن، خلينا نكمل لك شو حدثني البندوق. اقعد اقعد يا حرام يا أبو الدسكوهات، من عيونك من مشيتك شفطت كل الورثة. ويوم الجمعة جمعة كريمة على الفيسبوك. حدثني بعض الإخوة، مش دورك خليه، حدثني بعض الإخوة عن بعض لولدي. بالإذن منك. أقعد. بالإذن منك حبيبنا. اقعد يا زلمة. يلا السلام عليكم. السلام عليكم، عامل حالك محافظ يا أبو الشيالات. يلا عالديسكو يلا. مايكل جاكسون. حدثني بعض السلام عليكم مختار. شوف اقعد يا زلمة. شكرا. اقعد اقعد يا زلمة. ايه اقعدوا. وحدثني بعض الإخوة عن مختار. شو بدي أفضح حالي أنا؟ ظليش حدا، خلينا مسطور. كتواتو والله لا أقرم لك كتواتا، والله لا أقرم لك كتواتا.